بسم الله الرحمن الرحيم. ده طبعا معروف، ده ايه؟ الزور بالقلب بالطحال بالكبدة بالكلاوي بتوع الخروف. يلا تعالوا معايا نشوف هنعمل فيهم ايه. نشيل الكلاوي كده لوحديها، لان كل حاجة بتعمل بشكل تاني. الكبدة لوحديها معروف بتعمل لوحديها، ادي الكبدة. عايزين نشيل بقى المرارة والدهون دي. بنقطعها لوحديها مع الكلاوي بتاعتها، نقطع شرايح كده. الكلاوي اهي بتاعت الكبدة، يبقى بقية الحاجات دي اللي هي الفشة، تمام، القلب، الحاجات اللي زي دي هتتسلق الاول. تعالوا نشوف هنعملها ازاي، وهنقطع القرقوشه بتاعتها دي برضو بعد ما تتسلق. وده الطحال بتاع الخروف، نسلخه اصلا من الجلده اللي فيه دي، هوريها لكم اهو. يلا تعالوا معايا على النار ونشوف. خلينا الميه كده، هنحط معاها بصل حبهان برضو عشان ايه طعم الحاجة تبقى كويسة. نبدأ نحط الفشة والقلب والطحال، هما بس بيتحطوا في المية، الكبدة لأ، الكبدة منقوعة في المية والخل والليمون عشان الزفارة، ودول برضو منقوعين اهو، بس ايه نسلقها الأول. سلقت اهي الفشة والقلب والطحال، نبدأ نطلعها في طبق خارجي كده.
انا مش شايفه حبايبي.